عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات الاقتصادية المهمة بحضور عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي. وناقش الاجتماع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري التي شهدت تحسنا في الفترة الراهنة في ضوء الخطوات الجادة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.